الحضور الكريم. اليوم جينا مناضلين ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة، انه اليوم تاريخي في جامعة سعادة، على تشهد جامعة سعادة تأسيس الأمانة المحلية للحزب تحت شعار تدبير محلي حزبي واعي بأدواره. وحنا اليوم جامعة سعادة نفتخر بحزب الأصالة والمعاصرة. انتخابات اللي جرت في شتنبر 8 شتنبر 2021 والنتائج اللي حققناها الحمد لله، انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية ومهنية، دليل على ذلك حققنا نتائج جد إيجابية، ولهذا الحمد لله احنا كلمتنا مرفوعة ومسموعة في جميع المجالس الحمد لله. وهذا الحمد لله عندنا الرئاسة في مجلس العمالة، وعندنا مجلس الجهة، وعندنا العمدة، وعندنا وزيرة الإسكان وسياسة المدينة، وتنشكرها من هذا الحضور ومن هذا المنبر الحمد لله، والأمين العام الأخ عبد اللطيف وهبي والحضور الكامل. شكرا لوسائل الإعلام الجلائد الإلكترونية، تنشكركم على الحضور ديالكم للمواكبة لحزب الأصالة والمعاصرة. واليوم شهدت جامعة سعادة تأسيس الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة اللي فزنا بالرئاسة ديالتها، ونشكر الحضور الكريم، تنشكر الأمين الجهوي الدكتور طارق حانيش البرلمان على المنطقة، وتنشكر الأمين الإقليمي السي أشرف بالرزوق والإخوة ديال المجلس الوطني. ومن هذا المنبر تنشكر الأستاذة فاطمة زهرة المنصوري على المواكبة ديالتها معنا الاتصال، والأخ سمير كودر رئيس الجهة، والأخ عبد اللطيف وهبي الأمين العام، وتنشكر جميع وسائل الإعلام. والحمد لله احنا تقلدنا المسؤولية ديال حزب الأصالة والمعاصرة في جامعة سعادة، باش إن شاء الله نكونوا رهنا الإشارة ديال المواطنين، ونكونوا عند حسن الظن ديال الجميع. والحمد لله دابا تقلدنا رئاسة الأمانة المحلية لجامعة سعادة، وبابنا راه مفتوح الحمد لله كما ديما مفتوح بابنا للمواطنين، جميع الشكاوي ديالهم وجميع الاتصالات الحمد لله غادي نتواصلوا مع الناس ونتواصلوا معهم في الشاده والفاده. وشكرا لوسائل الاعلام، تنشكركم بزاف.